يكرم الشهداء كرامة، انتبهوا كرامة، يعجز أن يصفها قلم أو أن يتصورها عقل. كرامة عجيبة جدا. جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد يتمنى بعد ما يدخل الجنة أن يرجع للدنيا وله مع الأرض إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع للدنيا ليس مرة ولا مرتين، هو 10 مرات. لماذا؟ قال: لما يرى من الكرامة. في رواية أخرى: لما يرى من فضل الشهادة. يعني الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الشهيد كرامة ما يستطيع إنسان أن يتصورها، خاصة للشهداء. نعمة من الله سبحانه وتعالى يكرمك، حتى لو كان هذا الشهيد جاهل، حتى لو كان هذا الشهيد يعني ليس عنده كثرة عبادة وطاعة ولا حفظ قرآن، لكن الله يكرمه إكرام عظيم جدا. لماذا؟ من أجل إيش؟ لأنه جاهد في سبيل الله وبذل ماله وروحه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود فقال: أرواح الشهداء في حواصل طين الخضر تسرح من الجنة حيث شاءت. الله أكبر. وهي معلقة في قناديل من العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، وحط تضع 1000 خط تحت كلمة حيث شاءت، حيث شاءت تسرح في الجنة، ما عندها حدود. فيطلع عليهم ربك اطلاعة لا إله إلا الله، فيناديهم الله يخاطبهم: هل تشتهون شيئا؟ تصوروا الآن الشهداء يسمعون صوت الرب، وما أجمل صوت الرب جل وعلا، لأن الله من أسمائه جميل، فصوته جميل وأفعاله جميلة وأسماؤه جميلة وذاته جميلة سبحانه وتعالى. يقول رب جل وعلا: هل تشتهون شيئا؟ يقول أرواح الشهداء، يقول: يا ربنا لا نشتهي شيئا في الجنة، لا نشتهي شيئا. ثم يقول لهم ربنا سبحانه مرة ثانية وثالثة، هذا يدل على أن لهم مكان عظيم عند الله. فإذا علموا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب نريد أن نرجع للدنيا فنقتل في سبيلك. انظر، ما اشتمنوا شيء في الآخرة، لأن الآخرة الله أعطاهم القمة في كل شيء. قال: نرجع للدنيا فنقتل. شوف الدنيا فنقتل، شوف إذا كلمة نقتل هذه خاصة بمن؟ بالشهداء أهل الجهاد.